باختصار ما نبي تكون ثقافتنا ثقافة اللعن والشتم وتفريق هذه الأمة. نبي نحرص كل الحرص على الثقافة، ثقافة الحب، ثقافة السلام، ثقافة الوحدة الإسلامية الحقيقية، بعيد عن المؤتمرات النفاق السياسي ومؤتمرات التقارب، وهم يشتمون ويسبون ويعتقدون اعتقاد جازم بأن الصحابة ملعونين وآل البيت يعني مع العلم أن هؤلاء حتى الناس ما يدعونهم يعني لهم علاقة في آل البيت عليهم السلام لا يعرفون بأن جد أبو بكر جد الإمام جعفر بن محمد الصادق، لا يعرفون اليوم أن عمر أحد أبناء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، عمر بن علي زين العابدين علي بن الحسين، ولا ذرية موجودة إلى اليوم هذا موجودة ذرية عمر بن علي زين العابدين بن علي بن الحسين، لا يعرفون شيء، لا يعرفون المصاهرات بين آل بيت النبي والصحابة الكرام. فرحم الله تعالى كل إنسان مصلح حاول أن يصلح وأن يقرب وجهة النظر وأن يعدل هذا الاعوجاج الكبير اللي موجود بهذه الثقافة. وبالمناسبة ثقافة الشتم واللعن ما تجدها إلا في مجتمعات جاهلة متخلفة بعيدة كل البعد عن العلم وعن التعلم وعن الجامعات وعن المؤسسات الثقافية المحترمة وعن الكليات وعن الثقافة روح التسامح، تجدها بمجتمعات جاهلة متخلفة. حتى من يستمع إلى هؤلاء ولو كان في مؤسسة أو دولة محترمة والله لا تسمح لفلان أو فلان يعتلي المنبر ويشتم أيا كان حتى من الديانات السابقة أو يشتم حتى من الديانات الوضعية.